مئة هلا بكم بحلقة جديدة من بالعراقي. عاد الجدل حول المطالبة بتشكيل ما يعرف بالإقليم السني أو العربي بين مؤيدين لتحقيق هذا المطلب بسبب الشعور بالإقصاء والتهميش، وبين آخرين يشوفون أنه هذا الوقت مو مناسب لإنشاء الإقليم. ليش؟ لأن المحافظات الغربية تفتقر إلى الاستقرار السياسي وللموارد المالية. طبعا هذا ناهيك عن عدم توفر زعامة يتفق عليها أو يتفق عليها الجميع، هذا حسب رأي الطرف الآخر. لكن ليش عاد الحديث عن هذا الإقليم بالآونة الأخيرة؟ وهل هاي الدعوات مناورة سياسية لو حق دستوري؟ ومن الفريق الداعم لهذا الشيء؟ ومن الرافض؟ وشنو موقف الإطار التنسيقي بخصوص هاي القضية؟ وليش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يرفض إنشاء هذا الإقليم؟ وهل تعطي المادة 119 من الدستور العراقي الحق بإنشاء الإقليم لكل محافظة؟ هاي الأسئلة وغيرها موضوع حلقة اليوم من بالعراقي. ونستهل حلقة اليوم بتقرير يسلط الضوء على تصاعد الدعوات بتشكيل إقليم الأنبار، وشلون هاي الدعوات كانت مثار جدل واختلاف بين الآراء بين الناس. ما بين حين وآخر تتجدد الدعوات لإقامة الإقليم السني، وفي كل مرة يعلو الجدل بشأنه ما بين مؤيد ورافض. ويقول مؤيدو الإقليم إنه حق دستوري، وإنه يحفظ للسنة العرب خصوصيتهم ويحد مما يصفوها بالانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل بعض الأطراف السياسية والجماعات المسلحة. اعتقالات عشوائية من داخل محافظاتنا بدون علم الحكومة المحلية، حقيقة عدة أسباب هي التي دفعتنا إلى طرح هذا المشروع. وهذا المشروع حقيقة ليس هذه الأسباب فقط، وإنما هو حق من حقوقنا الدستورية. ونحن لا نريد كما يزعمون بأننا نريد الانفصال أو نطالب بالانفصال، نحن نطالب بإقليم فيدرالي وليس بالفيدرالي. شأننا شأن إخواننا الكرد، يكون ضمن الدولة العراقية وله موارده وحقوقه ضمن الدولة العراقية. ولكن هذا الرأي لا تتفق معه أطراف سنية أخرى تعتقد أن فكرة الإقليم غير ناضجة وفي غير وقتها، ولا تتلائم مع حجم التهديدات الأمنية والتوترات السياسية في العراق. أعتقد اليوم الإقليم السني غير قابل للتطبيق ولعدة أسباب، أولها الخلافات السياسية بين البيت السني الواحد. هناك كثير من الخلافات ما بين المحافظات وعدم وجود تنسيق لتكوين الإقليم السني. موضوع الإقليم السني هناك محاذير كثيرة. وتنص المادة 119 من الدستور العراقي الذي أقر في استفتاء شعبي عام 2005 على حق كل محافظة أو أكثر في تشكيل إقليم بناء على طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ورغم النص الدستوري إلا أن عملية تكوين الأقاليم في العراق تكاد تكون من المحرمات السياسية وينظر إليها بريبة وشك، ولذلك تم إحباط محاولة محافظة البصرة تشكيل إقليم عام 2019 رغم تحقيق الطلب لكل الشروط الدستورية. يوسف الحسيني، الحرة، أربيل. وأرحب بضيوفي من بغداد وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام، ومن أربيل رعد السليمان رئيس اللجنة التنسيقية لإقليم الغربية، ومن الأنبار غانم العيفان السياسي المستقل. كل الهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام. واسمحوا لي أن أبدأ مع سيد أستاذ رعد. أستاذ رعد، يعني كل الأمور تقود إلى انعقاد المؤتمر العام بمحافظة الأنبار لمناقشة قضية الإقليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناتكم المحترمين. بعدين أستاذ، هذا الموضوع مو وليد اللحظة، هذا موجود بالدستور ومثبت. احنا سبق وان طرحناه بال 2015، يعني صارت علينا يعني شوية لقيط من الحكي من الناس اللي يقول لك انتم تقسمون البلد ورايحين بهذا التوجه وهاي فتنة. تركنا مجال للغير، تركنا مجال للحكومة ان تعطي حقوقنا وما نروح بهذا الخيار اذا هم حريصين. صحيح الحكومة لا 15 ولا 16 ولا 18، لحد يومنا هذا عندك ناس مسجونين لحد الآن، يعني على المخبر السري، وعندك ناس مسجونين ومحكومين وخلصت محكوميتهم وبعد مو طالعين، عندك ناس نازحين، عندك مشاكل كثيرة. يعني صار احتقان عند اللي نقدر نقول المناطق الغربية أو المكون، والمكون ترى المناطق الغربية حتى بها شيعة بصلاح الدين والموصل، يعني مو موضوع نحصر موضوع طائفي فقط، لا، حتى الناس من هذا المكون الثاني اللي ساكنين بهذه المناطق هم الناس هم حقوقهم ومحافظتهم. احنا اليوم من طالبنا بالإقليم هذا حقنا الدستوري، نريد وضغطنا عدة مرات على الحكومة أن تعطي حق المكون، ما أبد ولا تلبي، لأن كم وسيط لهم يحسون بأن هم عندهم أذرع وتمنع الناس اللي يطالبوا بالإقليم. هو المستفيد من الموضوع والإطار دا يشتغل باتجاه بحيث ربط أعصاب، يعني هو الإطار هم عنده ناس طيب قانونيين. أنا ما جاوبتني شيخ، هاي الفقرة قانونية شيخ رعد، ما جاوبتني، ما انطيتني جواب. في المؤتمر راح ينعقد لو ما ينعقد بالوقت المقرر له، يعني لحد الآن ينعقد. يعني أكو إجراءات فنية بخصوص موضوع المكان والزمان، إذا صار أكو فد اختلاف يتأجل بس ما يلغي، قد يكون. وإحنا عندنا البدائل وعازمين على إنعقاد هذا المؤتمر شخصيات من محافظة الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالة وكركوك، واللي يريد يقف بوجه هذا المشروع شو نقول له؟ يعني هذا محافظتك وهلك وناسك، هاي الجهة المستفيدة اللي نقدر نقول الاند يوزر، الجهة المستفيدة هم الجانب الإيراني ما يريد الأنبار، يقول لك إذا انقطعت راح سوريا تروح والهلال يروح، يحكي لك بهذا التوجه وإيران. طيب هذه يعني ملاحظاتك. طيب أنا بحيث نعم شيخ رعد، أنا خليني أنقلها هاي ملاحظاتك الأستاذ غانم، وخلينا نسأل. يعني حقيقة الأمر لحد الآن لم تتضح يبدو الصورة للكثير ممن يعني يتحدث عن هذا الإقليم. هناك من يقول الإقليم السني، وهناك من يقول الإقليم العربي وإقليم الغربية. شنو تسمية هذا الإقليم وشنو الاختلاف؟ ليش الاختلاف ما زال قائم؟ وهل التسمية هي سبب عدم الموافقة لحد الآن على إطلاق هذا الإقليم؟ لا لا لا، بداية لا لا لا، التسمية ما لها علاقة. لا تفضل تفضل. إيه أستاذ غانم تفضل. بداية أرحب بجنابك الكريم وبضيوفك الكرام. يعني أستاذ علي، قضية الأقاليم عادل معك، هي قضية لم تطرح في هذا الوقت أستاذ عادل، القضية لم تطرح، ليست وليدة هذه المرحلة، هي يعني أحد الخيارات التي دائما ما تطرح بين حينة والأخرى، كلما حقيقة تراجعت الثقة بين قيادات سياسية، بين شركاء العملية السياسية، بينما حقيقة تثار يعني بعض الخطابات التي يعني قد تعيد المشهد لعام 2005-2006 عندما تتقدم الواجهات الطائفية إلى قيادة المشهد وإلى رسم مسارات الدولة. بكل تأكيد تطرح مثل هكذا ورقة، يعني لا يمكن لأي عاقل أن يقف برفض تام لمثل هكذا ورقة الأقاليم، لأنها هي شكل من أشكال يعني تحديد العلاقة مع المركز. لكن أخي الكريم، نحن يعني أنا على المستوى الشخصي تحفظاتي على قضية الأقاليم كثيرة. أولا، نحن حقيقة البلد بصورة عامة غير مهيئ لمثل هكذا تجربة، باعتبار أن مفاهيم بناء الدولة على المستوى العراق بصورة عامة لم تكتمل، وبالتالي لا يمكن أن نذهب نحقق لرغبة لإقليم في هذه المناطق مستقر دون أن يكون هنالك مركز يعني مستقر. وبالتالي نحتاج، يعني هذه الفكرة تحتاج إلى ظروف أفضل وأحسن لإقامتها. القضية الأخرى، المركز يعني شنو شفها من عندك أستاذ غانم؟ المركز ما مستقر، أكو مشاكل يعني
متيح لهذا الموضوع؟ سيد الكريم، سيد الكريم، هنالك أكو سوء فهم لدى جميع الأخوة الذين يطالبون بالإقليم، يتصور أن تجربة الإقليم السني أو الإقليم الغربية أو سميه ما شئت. ما جاوب، أنت ما جاوبتني على هذه التسمية. يا أي تسمية؟ راح أجابك. يعني بغض النظر، هي إحنا لم نذهب إلى يعني الإجراءات القانونية حتى نتفق على تسمية. لا زالت هنالك أسماء تطرح بالإعلام. نحن نتكلم عن قضية افتراضية ليس إلا. نعم. يتصور الراغبون بالذهاب للإقليم على أن هذا الإقليم سيكون شبيه للإقليم في كردستان. نعم. هذه قضية غلط من الألف إلى الياء. لا يمكن لتجربة فتية تولد أمامها هكذا كم من التحديات فيها، يعني مشاكل على مستوى الجغرافيا، تداخل اجتماعي، متبنيات غير صحيحة، لا يمكن أن تكون تصل إلى مستوى إقليم كردستان الذي أقر منذ سنة 1990 له خصوصية دولية ومعترف به. بالتالي أنا أعتقد اقتباس فكرة إقليم كردستان ومحاولة طرحها إعلاميا على أنها ستكون تجربة ناجحة ودفع المجتمع السني في هذه المرحلة الذي لم يرى الإعمار ولم يرى الاستقرار إلا بتبنيه لمشروع الاعتدال، ودفع المجتمع السني للمناكفة مجددا مع الأطراف الأخرى في بغداد، قطعا سيكون المجتمع السني أمام هذا الصراع هو اللي خاسر. بالتالي أخي الكريم، أنا كتبت حتى في بداية ما طرح هذا الموضوع، وأعتقد شيخ رعد شخصيا قد يكون لديه تحفظ على طروحاتي، أنا قلت لا يجوز طرح فكرة الإقليم برؤية الانفصال. هذه إشكالية، لا يجوز استخدام أساليب الانفصال. طيب هاني هذا راح أتوقف عنده سيد غانم. سيد غانم، هاي الرؤية فيما يتعلق بالانفصال راح نطرحها على ضيفنا ونشوف عود من عنده بأنه يعني أكو هاي الدعوة إلى مصداقية، لأن أكو تخوفات من هذا الموضوع. لكن خليني أشرك يعني هنا أستاذ وائل، وخلينا نسأل يعني هنا موقف الإطار التنسيقي من هاي الدعوات لإقامة هذا الإقليم، شنو الموقف مالتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك استاذ عادل وضيفيك الكريمين ومشاهديكم الاعزاء. حقيقه يعني لا اتصور ان هناك تباين في الرؤى لدى كتل الاطار التنسيقي، ولربما حتى لدى الاخوه السنه في انفسهم لا وجود لتوافق على تاسيس او انشاء او انضاج فكره الدعوه باقامه اقليم سني عربي ونسميه ما شئت. يعني المشكلة، لدينا تجربة سابقة مع موضوعة الأقاليم، لدينا تجربة في إقليم كردستان، على الرغم من أن اختلاف الرؤية في حول تأسيس إقليم كردستان مختلفة تماما. إقليم كردستان بمنشأ يعني مؤسسة واحدة انفصلت في عام 91 وذات قومية واحدة، لديها أحزاب ومعروفين بالقيادة السياسية في العمل السياسي سواء بالداخل أو الخارج العراقي. اليوم لدينا مشكلة في رئاسة إيجاد بديل لموقع سني، وهو رئاسة برلمان، وصار لنا أكثر من 7-8 أشهر إحنا لحد الآن مختلفين الأخوة على إيجاد رئيس للسيد الحلبوسي كبديل إلى تريد إقليم، واختلاف على رئاسة الإقليم واختلاف على المناصب وإيجاد. أستاذ وائل، لكن هنالك من يرمي الكرة في ملعبكم ويقول بأنتم السبب، أنتم من يؤخر يعني هذا الموضوع اختيار رئيس للبرلمان. لا لا، الخلاف واضح سني سني. إذا أرادت الإشارات بتحميل الإطار التنسيقي من قبل أطراف سنية، فبالتأكيد هذا أمر لربما كما حصل في عام 2021 بعد الانتخابات، عندما اختلف الإطار وابتعد التيار انسحب وصار سجال سياسي، أيضا توجهت أصابع الاتهام إلى الأخوة السنة والكرد بأنهم شقوا البيت الشيعي من خلال التحالف الثلاثي. فبالتأكيد أنه اليوم الأخوة السنة يوجهون أصابع الاتهام على الإطار على أساس أنه الأغلبية، وبالتالي لا بد أن يقف مع الكتلة الكبيرة. هي المشكلة هنا، المشكلة في الرؤية السنية، السنية أزاء ما يجري. فبالتالي الموضوع دعوة المطالبة بإقليم سني تحتاج إلى موافقة سياسية سنية. اليوم حتى لدى الأخوة السنة كأسماء وزعامات وقيادات سنية لم نسمع منهم رأياً يرتضي بهذا الانطلاق. لم نسمع إلا من السيد رعد السليمان وبعض طيب الأطراف. طيب جميل أستاذ وائل، هذه يعني ملاحظات مهمة جداً دعني أنقلها. الشيخ رعد، يعني أستاذ رعد،
يعني هنالك يعني مجموعه من الاسئله بحقيقه الامر ساهيئها لك، ولكن دعني قبل ان تجيب على هذه الاسئله ربما ستكون معنا يعني للمحطه المقبله، دعني اسال يعني انت صاحب الدعوه الوحيده هذه المره، من هو رعد الاسليمان الذي يدعو لاقامه اقليم؟ استاذ عادل احنا مجموعه متكونين من 150 شخصيه، هذا المؤتمر التاسيسي من صلاح الدين والانبار ودياله. نعم. طالبنا بهذا الحق الدستوري، يعني ما يجيني واحد يقول لي مو وقتها، اقول له يعني انت تحدد الوقت، لان انا انظلمت وتعال اشوفك اماكن في العراق، يعني اشوفك سامراء اذا تسمع لي تنطيني وقتي، لان انا عندي الادله وعندي السيديات كل شيء ادز لك يعني. يعني ابن سامراء هاي صار له 6-7 سنوات يفوت الا كفيل، وإذا يجي خطار يقول له الخطار أنت تبات لو ترجع. وصلت لهالمرحلة، تعال شوفك ديالة راحت، الموصل احنا بس بمناطقنا الحمد لله شكر ما عندنا احنا ميليشيات وكذا، بس على الحدود احنا طالبنا بحقنا الدستوري نقول إقليم إداري، لا تقول والله يعني انقسام عراق واحد واحنا إخوة وموجودين. حتى اليوم ابو السماوه قبل 4 أيام 5 قالوا احنا راح نروح بهذا التوجه، والبصره راحت بهذا التوجه، ليش ابو البصره من يحكي ما يقولون عليه انت طائفي، وابو السماوه راح يطلع له، ودياله بها باكثر من 30-40% شيعه هم صوتوا على هذا الموضوع، يعني ليش احنا كمكون وكمنطقه من نحكي يقول لك انت سويت كراك، انت راح تسوي تفرقه، انت عم يشيلوه من الدستور، هو مو احنا حطينا، احنا معترضين عليه كنا، هو حط عبد العزيز الحكيم الله يرحمه وبارك للسستاني وانطوه عطله يومين واشتغل الطبل، يا ابو اوقف خاف هذا بيه تقسيم، قال لا كل تقسيم ما اله، هسه من طالبنا بيه احنا صار تقسيم وصار هجمان بيوت وصار كذا، عمي شيلوه من الدستور تنتعاون، ما تقدر تشيل انطيني حقي، ما تقول لي هذا أنا أخوك وأنا حبيبك وأنا كذا والبلد وهذا، أقول له أوكي انطيني حقي، عندي مغيبين عندي مساجين عندي ميزانية ماكو صار 3 سنين، مثل شون الجهال يقول له جمعنا لك إياها الميزانية كل 3 سنين راح ينطيك إياها، وأنت تعرف كل زين الميزانية وين راحت، ورواتب ماكو شغل ماكو عمل ماكو، ويحكي لي على إقليم كردستان نموذج، إقليم كردستان ينطونا 17% بنا دولة، والنوب نزلوهم قالوا ما احنا ما راح نعطيكم 17، قال ايش قد؟ قال 12 وهم قابلين، وال 12 هم عافيت وجهك ما راح ينطيهم اياه. والله يجيني واحد يقول مو اقليم كردستان صار 3 أشهر ماكو رواتب. هذا الحكي عيب. تعال شوف اقليم كردستان وانت بيها. اخي الناس ملت. انت شو تريدون؟ يعني يجيك المقابل هو عنده اجنده خارجيه بحيث مع احترامات للضيوف. عنده اجنده خارجيه او حزب او فئه او عاطفه تدفع ان يرفض هذا الموضوع، ارفضه انت، اكو استفتاء، انا ما اجي اليوم اوقع طيب صك شيخ رعد استاذ رعد عزيزي طيب انا اريد ان تقول من عندك من هاي مفوضيه واجراءات قانونيه بس خلينا نعم قبل طيب ما تنتقل قبل طيب ما تنتقل خليني اخلي للمشاهد تصل فكره بان احنا ناس مو دعاة تقسيم. أهلا بكم مجددا. أثارت تصريحات بعض السياسيين بشأن تشكيل إقليم الأنبار ردود أفعال متباينة، دعونا نتوقف عند استطلاع آراء عينة من المواطنين في مدينة الرمادي حول هذا الموضوع. أنا اليوم كمواطن أنبار وكشاب وكناشط ضد هذه الفكرة، لأن لا توجد هناك مؤهلات من يتكلم بهذا الأمر، مجرد نرى هناك شخوص لا نعرف ما هم وما ثقلهم في الأنبار يتحدثون في موضوع الإقليم. أنا شخصيا واللي يشبهني وطلابي هم ضد الإقليم، لأن الإقليم يجب أن يكون هناك مواصفات معينة وخاصة، وهل الإقليم يعني الانفصال أو كونفدرالية أو أي، إحنا لازلنا في بلد نعتبره غير حر وغير مستقل، لذلك لا يمكن تمرير هذا الأمر ويكون بشكل جيد. لست مع الإقليم حالياً، خاصة أنه إحنا في مرحلة نزاع وخروج من مرحلة الصراع، ما زالت محافظة الأنبار تشتكي العوز من حيث الخدمات، سواء كانت على الصحية، سواء كانت على مستوى الخدمات العامة في المجتمع، سواء حتى على المستوى الاقتصادي، كموارد موجودة في محافظة الأنبار لكن هي لا تتواكب مع احتياجات إقليم فعلية. أعتقد راح تكون أكو صراعات يعني داخلية من أجل الزعامة، زعامة الإقليم،
فهذا الشيء ما راح يكون قص علينا، خصوصا وانه احنا المحافظات المحرره هستونا يعني خرجنا من ازمه ومن صراعات ضد داعش الارهابي، فنحتاج الى عمليه استقرار. انا شخصيا لست مع الاقليم. طبعا انا ضد انشاء الاقليم، لانه احنا العراق هو بلد واحد وموحد بكافه اطيافه، احنا كليتنا نمثل العراق سواء سني شيعي من كل الطائفات. انا ضد الاقليم، أنا مع العراق واحد موحد. يعني وجود الإقليم ليس مثلبة قانونية ولا حتى اجتماعية، إذا كانت محافظة الأنبار ومن خلال جمهورها طالبت باختيار هذا الاختيار وهو تشكيل إقليم خاص بها، أعتقد أن الدستور العراقي معه، ونحن بكل الأحوال مع رأي الأغلبية، وهذه ما فرضته الديمقراطية على المجتمع العراقي بصورة عامة، وعلى الجميع أن يحترم قرار أهل المحافظة. احنا كشباب محافظة الأنبار يعني نعتقد أنه هذا حق كفل الدستور، بس بما أن المحافظة خارجة من حروب وبيها هواي من التحديات والصراعات، نعتقد بالوقت الحالي انه غير مناسب انه يتم اقامه اقليم، لان يعني خلينا نقول محافظه بعدها ما نمت او ما استقرت بصوره حقيقيه. أهلا بكم ضيوفا ومشاهدين في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي. أستاذ غانم، خلينا نسأل، يعني هنا الرفض يأتي مثل ما استمعنا حقيقة الأمر لاستطلاع الآراء نتيجة عدم ثقة بمن يطالب بإقامة هذا الإقليم، لو أكو أسباب أخرى يعني تدفع لعدم الموافقة للبعض؟ لا سيدي الكريم، طبعا هذه الأصوات أنا شاهدتها من خلال تقديركم الذي عرض قبل قليل، هذه تمثل طبعا صفوة النخبة في محافظة الأنبار، وهم يمثلون الرأي المغيب والذي عمدت القوى السياسية والقيادات المجتمعية على تغييب هذه الآراء الناضجة والتي تعتمد على معطيات حقيقية وواقعية في القياس في يعني مقاسات الأمور. وبالتالي أنا أعتقد يجب يعني عندما يتم طرح مثل هكذا فكرة يجب على بكل يعني بأي شكل من الأشكال لابد أن تكون لهذه الآراء محط احترام واستماع. طبعا هنالك مخاوف من يعني انا يعني اجيد او ادرك تماما طريقه تفكير المواطن الانباري. المواطن الانباري سيدي الكريم يخشى من ان تكون هذه المطالبات هي لاعاده احياء الصراع مجددا بين المكونات، وبالتالي هو خارج من ازمه، وهذه الازمه جاءت نتيجه الصراع بين قوى سياسيه انسحبت في المتبنى الى القوى المجتمعيه، وبالتالي نتج عنها سلوك وسيطرة المجاميع الإرهابية وتهجرت أبناء هذه المحافظة. بالتالي يعني هذا الخوف الوحيد أستاذ غانم، هذا الخوف الوحيد أن يعاد هذا السيناريو من جديد. سيد الكريم إذا تتبعت الآراء التي طرحت هنالك مخاوف من إعادة سيناريو إعادة الاصطفاف الطائفي. يرى أغلب أبناء محافظة الأنبار على الرغم من الإشكاليات التي يضعونها والتحفظات على طريقة إدارة الدولة، ولا يوجد هنالك ثقة تامة بما يعني بطريقة إدارة الدولة، لكن أبناء محافظة الأنبار يخشون من الخشية من إعادة الخطاب الطائفي مجددا. أستاذ غانم، ليش النظر للموضوع بهذا الشكل؟ والبصرة أيضا طالبت بإقليم، يعني ليش من يطالب أبو الأنبار، أبو صلاح الدين، أبو نينوى، أبو ديالة، بكركوك، من يطالب بها يختلف الموضوع يصير طائفي؟ مو سيد الكريم، يعني مع احترامي لل يعني الشخصيات التي ظهرت في تبنيها لموضوع الإقليم، يعني هنالك في العقل الباطن لأبناء هذه المحافظة يعتقدون أن هنالك غاية مبيتة في المطالبة للإقليم، وهي عملية تجديد الصراع وتجديد الخلاف مع بغداد. طبعا هم ليسوا يعني مدافعين على النظام وليس لديهم الثقة التامة بالنظام السياسي، لكن يتعاملون بواقعية. الواقعية في محافظة الأنبار فرضت نفسها بشكل بآخر على تفكير أهالي هذه المحافظة نتيجة حقيقة الأزمة الكبيرة التي لحقت بهم. لكن يعني مشكلة النظام السياسي من 2003 إلى حد يومنا هذا لم يتمكن النظام أو الحكومات المتعاقبة من تعزيز الثقة التامة في طبيعة الممارسة السياسية في طبيعة إدارة الدولة مع أبناء هذه المكونات. هذا من جانب. من جانب آخر، غياب التمثيل السياسي السني منذ فترة غير قليلة، وبالتالي لم يتم تصدير لأبناء هذا المكون سوى الصراع السني. نعم. وبالتالي عندما غاب التمثيل
في المطالبة بالحقوق أو رعاية يعني هذه الشرائح المجتمعية والاهتمام بأبناء هذا المكون، خرجت الأصوات المجتمعية لتطالب بحقها في موضوعة الأقاليم باعتقاد أنها ليس لديها ورقة تعتقد فيها الخلاص إلا الأقاليم، وبالتالي خرجت أصوات الأقاليم بسبب غياب التمثيل السني والإرادة غياب الإدارة السياسية الحقيقية والتي لا تمتلك مشروع جماهيري حقيقي. طيب أنا بالحالة خليني أشرك يعني أستاذ وائل يعني حول الموضوع، هذه إشارات مهمة جدا، يعني يبدو بأن هنالك من يعتقد بأنه حقوقه مهضومة، يعتقد يعني واحد من عندنا منصب رئاسة البرلمان، لكن خليني أتوقف أستاذ وائل عند إشارة أستاذ غانم إلى تجدد الصراع من بغداد، هذه مخاوف يعني تثار من جديد، خوف من تكرار مسألة داعش والصراع اللي حدث من جديد، الحكومة شنو موقفها من كل هذه الأمور؟ يعني لا لست متأكدا من الموقف الرسمي للحكومة للسيد رئيس الوزراء على الأقل، أزاء ما يعني أزاء ما يطالب به البعض بتأسيس أو إنشاء إقليم سني، لكن يعني متيقن من أنه الحكومة أيضا رافضة إلى هذا الأمر على الرغم من أنه دستوري. نعم. ومن يطالب بالإقليم السني أو العربي السني بذريعة وبحجة أنه دستوري، نعم دستوري، لكنه ليس بالضرورة أن يكون كل ما هو دستوري لابد أن يطالب به وأن يطبق على الواقع إذا كانت المصلحة العامة فيها ضرر أجاه هذا الإنشاء الجديد. اليوم السيد رعد بن سليمان يقول أهالي القصر من يقدرها؟ طيب استاذ رعد سأعود إليك مرة أخرى ليكمل استاذ وائل، تفضل استاذ وائل. لذلك الدستور ذكر أيضا أنه في حالة الرغبة لتأسيس إقليم لثلاثة محافظات يجب أن يعرض عليهم استفتاء يحظى بمقبولية أو بقبول ثلثي الثلاث محافظات. فبالتالي الصعيد الشعبي تقريرك اليوم يعني عمل بينة حقيقية على استبيان من مجموعة نخبة تقريبا يعني تكاد أن تكون واعية لهذا الأمر، رفضت التأسيس، رفضت إنشاء هكذا إقليم مبني على إما قومية أو مذهبية. القضية مو قضية البصرة يشتكون عنها إذا طالبت، لا يا سيد رعد، أنت شوف شنو رده يعني الرد على مطالب أهل البصرة بإنشاء إقليم، هل كان ردا أو يؤخذ لهم التحية؟ لا إطلاقا. طيب سيد وائل، طيب سيد وائل، يعني لكن هنا بالطرف الآخر يقول يعني حقوقي مدى حصل كاملة، ما البدائل اللي تقدمها الحكومة؟ ما البدائل التي تقدمها الجهات السياسية الأخرى كي تصرف النظر هذه المحافظات عن مسألة الإقليم؟ أخي مطالبة الإقليم أستاذ عادل ما إلها علاقة بالحقوق، يعني شنو حقوقه ما يأخذها، شنو مطلوب موجودين، شنو مهجرين، شنو مغبون حقه، ما أعرف يعني شنو علاقة الإقليم بهذا الأمور الأمر إذا كان هناك شخص علاقة. أستاذ عادل انصفنا أستاذ عادل، سأعود إليك أستاذ رعد ليكمل حديثة. إذا كان هناك مطلوبا سنيا للقضاء فبالتالي ما علاقة الإقليم، يعني الإقليم راح يحصى عليه، يعني راح يأسسون مثل إقليم كردستان كل واحد مطلوب للدولة الاتحادية يروح يلجأ إلى إقليم كردستان، باكر يروح يلجأ أقرب لنا 180 كيلو إحنا هنا قريبين من كردستان حتى نروح للرمادي، هذا أي منطق يتحدث فيه؟ طيب أنا خلينا نشوف أستاذ رعد شو يقول. أستاذ رعد يعني جاوبني أولا، يعني قل لي يعني هاي الدعوة، بس اسمح لي أستاذ رعد استحلي، هاي الدعوة عشائرية لو سياسية؟ جاوبني حتى انتقل للسؤال الثاني مباشرة. الاثنين تجمعهم كلاهما. انت طيب تسوي استفتاء؟ طيب الحاله خليني اسالك، هناك بعض التساؤلات استاذ رعد، تسمح لي لو اسمح لي وياك اخي عادل، اخي عادل ما يصير عادل، انطيني وقتي عادل. تفضل تفضل. اول مره جايب لي سبعه كل معرفهم، ثلاثه من تقدم، واحد جماعه الخنجر، وليش ضيفك الغانم ما يعرف بأناني يا متناقشين تقديم طيب الأفواه من جماعة الحزب الحاكم؟ عمي ذولا أعرفهم كل الزين، ما لهم علاقة، ما يصير تأخذ سبعة وتقول انبنى الموضوع على سبعة أشخاص. أنا أجيب لك منها وين 450 ألف مواطن من الأنبار حدثوا بطاقاتهم الانتخابية لغرض تهيئة الانتخابات، لا تجي لي تقول لي سبعة، أنا مظلوم وملشوم 180، أنا مو قاعد، أنا البارحة جيت الأربعاء، لو البارحة الأغانم يعرف أنا بالرمادي وعايش بالرمادي وكل
التصريح الأول والثالث والرابع أنا بالرمادي، لا حد يجي ربط أعصاب يقول لي مو وقتك. أنا أقول له مو وقتك، أنا أقول لك لا إيران ولا قسم كبير من الإطار يريدون الإقليم، لأن الأنديوزر الفوق هو مو رايد. أنا دستوريا تيدي تشيلها أتعاون وياك شيلها، تقدر تشيلها هذا مادة دستورية، نقدر نأجلها نعم بعد ما تنطيني مطالبي، ما انطيتني أنا أروح بهذا التوجه. لحد يسوي لي ربط أعصاب وعاطفة وبلد وحبيب، هو من دمر البلد. أني تعال شوف السجون، تعال شوف النازحين، ناس عبرت بالبحر وغرقت، ناس تأتمت لحد الآن، ناس مغيبة تحكي يقول لك يا أخي مو الوطن. أي وطن؟ أي وطن؟ باقوا الوطن وباقوا الميزانية وشحلوا أبو الوطن. طيب ما يصير تحكي، أنا من حقي أنا أحكي نيابة عن أهل الناصي. لا بس لا بس هو حين نسمع لك، إحنا نسمع من عندك يعني، بس حلمك علينا هماتين هدي شوية، خلينا نفتهم من عندك يعني وحدة وحدة. هسه عرفنا بأنه هذه الدعوة عشائرية وحزبية، لكن يا سيدي يعني هسه دي يقول لك أستاذ وائل قدم استطلاع، سوي يعني عملية استفتاء لهذا الموضوع، وحاليا في مجالس محافظات موجودة، هذه واحدة من الأشياء. احنا جاهزين، جاهزين احنا، جاهزين احنا، عندنا خطوات في حالة المجلس نروح على ثلثي للناخبين ونسوي هاي الخطوات بعد ما يكمل المؤتمر، وكل شيء جاهز، لا حد يمنعنا. انت ساعدنا من الناحية القانونية، قول سوي كذا، لا تقول لي لا ما يصير. طلع واحد شاف شغلة قانونية قال أبد، تحلمون يا أهل الغربية تسوون. ما قدرت أرده، يقول لك الآية راح تتحول الموضوع طائفي ونعرة طائفية. احنا رايحين بهذا التوجه، اللي يريد يقف ويانا. قضيتنا صارت قضية رأي عام، يريد الخيرين من المكون من الشيعة من منين ما كان يتدخلون، يقول لك عمي ترى ناس يعني مهمشين، انطي حقوق العالم، انطي حقوق العالم. ليش استاذ غانم جاي ينظر؟ ما يندل اهل مهجولين، ما يندل الدور مهدمه، ما يندل شو اسمه ماكو، ما يندل مسيطر عليها الاحزاب اللي ياخذون كومشينات وكذا، مخلي عندك خيف. ترى طيب انت رجال محترم ابن الشيوخ، نعم ليش طيب يطلع لي انت يحل؟ ماكو، انا اريد اروح باقليم ممنوع، تعال اشتك علي. طيب حتى طيب من اروح على القاضي اقول له انا اريد اسوي اقليم، خليه يسجني، ما يقدر. طيب هسه لابس قانونيا، لابس استاذ رعد لابس، يعني هسه يعني انا معك بانه مع اقامه الاقليم، لكن تعال وياي، يعني تعال وياي هسه دا يقول لك انتم عندكم خلافات، لحد الان ماكو اتفاق. انطيك يعني انطيك ماكو انطيك اتفاق انطيك على اسمعني رئاسة الاقليم، شو راح يصير الاتفاق؟ شنو يعني انت قاعد تضرب لي مثل تقول لي الحلبوسي شغلته هو والخنجر ما تقبل تعشق رئيس برلمان عطل عليك موضوعك القانوني والدستوري، هاي ما له علاقه. هو يريد يجي عباس حسين عادل سالم، او انا طردت رئيس المجلس النواب لو هي يعني صارت يعني هذه المطالب ما لها علاقه بالحلبوسي وما لها علاقه بالخنجر، ما لها علاقه بالقوى زعماء القوى هذه، ولا مو طبقه سياسيه. لا 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 لا، الحلبوسي الحلبوسي حاله حال المواطنين اليوم، الرجال مو رئيس برلمان. اذا يريد يعني هو عنده حزب وينزل بحزب ماله بالاقليم، ويعني ما حد مجتثه، بس مال تقول لي افرض عليك وجايب لي 6-7 يقولون كلا للاقليم، هاي ما تاكل. عندك الاقليم وعندك صناديق وعندك انتخابات. طيب شلون اكو مرحله اكو تحديات. طيب احنا اليوم حرب بلبنان، المنطقه مشتعله. طيب انا ما انتظر حزب الله بايران يهجي بلبنان وبسوريا. استاذ رعد اسمعني عزيزي، اسمعني 1200 واحد داعش اسمع عادل، الله يخليك عادل اسمع بس اسمعني، ما اريدك تنطق غيري، انا مجروح. 1200 واحد كلب ابن كلب بسوريا داعش يدخل خلاص يخربني، انا بطل يعني. خلينا نستخدم المفردات يعني، حساب داعش ينذبح بالحدود والله. خلينا نستخدم المفردات بما يليق يعني بهذا المقام لو سمحت استاذ رعد. اني سؤالي انت شلون بالحاله، انت عندك مطالب لو سمحت عادل، عندك مطالب استاذ رعد عزيزي، اقول لك احنا مجروحين مشويين. طيب طيب اسمعني، اسمعني حتى قبل الادب الى بريك، هددهم بينا ترى اذا سويت اقليم رايحين بهذا التوجه. احنا ما خايفين لا من داعش ولا من القاعده، احنا قدمنا داعش وقدمنا القاعده وقدمنا ايران ومستعدين نهدد اي دوله تقبلونها. حوار بهذا الشكل كيف ستحاور من يختلف معك وبهذه الطريقة يكون؟ استمع لي قبل أن نذهب إلى فاصل. هذا مو اختلاف، هذا مو اختلاف، أنا ما عندي من الاختلاف معي، ما هي التطمينات بس اليوم التي ما تجي تفرض تقول لي لخصومك؟
مو وقتك أخ عادل، هذا مو إنصاف. أنت جبت 7 ضد الإقليم وجبت 2 ضد الإقليم وجايبني أنا وأنت ضد الإقليم. طيب، يعني شريد أسوي لك. طيب طيب أستاذ رعد، شنو التطمينات اللي تقدمها لهذا الجمهور اللي دي يقول بأنه خوف عنده من الانفصال؟ شنو التطمينات اللي تقدمها قبل أن أذهب إلى فاصل؟ جاوبني أخي. ما أنت رجال مثقف، هذا الموضوع ما له علاقة بالانفصال. هاي الفيدرالية أسوة بأمريكا وماليزيا والإمارات وتعرف النظام ما له علاقة. الدولة واحدة وعلمها واحد ونظام مؤسساتي، يبقى الجيش والشرطة والنفط والخيرات تتوزع على الكل. بس اليوم دور الإداري إقليم إداري لا منها سجاي بالش اسمه، وأقول لك واضح البلد واضح. إذن هي ليست دعوة، واضح أستاذ رعد، إذن هي ليست دعوة للانفصال. أجدد ترحب بكم ضيوفا ومشاهدين في المحطة الثالثة والأخيرة من برنامج بالعراقي. وخلينا نتوقف مع أستاذ غانم. أستاذ غانم، خلينا نسأل، يعني الرجل مكلوم واستمعت إليه يعني في المحطة الأولى، تطمينات أكو؟ ما في مثل ما ذكرتوا يعني مسألة انفصال منفصال، يعني حق دستوري وكفل الدستور بأنه بإقامة أقاليم لأي محافظة ممكن تتقدم بهذا الموضوع عدة محافظات في ذات الوقت. ليش ماكو اتفاق في داخل يعني هذه المحافظات بين أبناء هذه المحافظة الواحدة؟ سيد الكريم، إذا سمحت لي أرد على شيخ رعد عندما قال أستاذ غانم جاي نظر علينا. أنا مو نظر عليك، ولكن عقلنة الخيارات السنية تعتبر ضرورة مهمة في هذه المرحلة، لأن الخطاب الذي تتبنوه وتبنيتموه سابقا حقيقة كان سببا في تهجير أهلنا، وكان سببا في دخول داعش وتدفقها، وتوفرت لها جميع عوامل المقبولية نتيجة حقيقة التضليل الذي مورس في تلك المرحلة. هاي طيب أنت تريد أن تقول هنا، اسمح لي أستاذ غانم، أستاذ غانم تريد أن تقول لا توجد ثقة بمن يقدم ويطرح هذا الموضوع حاليا؟ اسمح لي سيد الكريم. القصة الثانية إذا سمحت لي، طبعا أتجاوز قليلا يعني أقفز فوق هذا السؤال. القصة الأخرى سيد الكريم، هنالك يعني جموح كبير يعني رغبة جامحة لدى في هذه المناطق للتأسيس لديكتاتورية كبيرة. سيد الكريم، نحن في مرحلة سياسية معينة، ويعرف شيخ رعد آن إيش أقصد، كان الذي يعلق في مواقع التواصل عندما يشكل على بغداد الاعتقالات وغيرها، وأنا لست مدافعا عن بغداد ولست مدافعا عن النظام السياسي في محافظة الأنبار، كان الذي يبدي رأيا مخالفا للنظام السياسي في فترة زمنية ما كان يعتقل ويمارس بحقه أبشع أنواع التعذيب. سيد الكريم، لا يمكن أن نؤسس لدكتاتورية جديدة في هذه المحافظة تصادر الحريات والحقوق متى ما احترمنا بعضنا البعض ومتى ما قبلنا بعضنا البعض. أكو صراع زعامات أستاذ غانم، أكو صراع زعامات. هذه هي الظروف الموضوعية، قبول الآخر. هذه هي الظروف الموضوعية التي يجب أن تتوفر في عملية قبول الإقليم من 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 ما عداه. الكثير من الأصوات التي تظهر في الإعلام وحتى التي تطالب في الإقليم في فترة زمنية معينة وصلت إلى مرحلة بدأوا يؤلهون لسين أو صاد، وسين أو صاد يعرف جي يعرفون المتلقي والمستمع جيدا أنها حقيقة ما الذي بنته من ثروات وإمكانيات على حساب حقوق المواطن. طيب أستاذ غانم عزيزي، هل تريد أن تشير إلى وجود صراع زعامات في هذه المحافظات؟ لا طبعا هاي موجودة، هذا السؤال بديهي أجيبك موجودة، أنها معروف. لكن أنا أشير إلى قضية أعمق، وهي أن الظروف الغير يعني غير لا توجد هنالك ظروف جيده على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى السياسي تهيئ للذهاب للاقليم. سيد الكريم، نحن حقيقه لا زال في مناطقنا يجب ان نهيئ الظروف الايجابيه قبل الذهاب والمطالبه بهذه الورقه. انا لا اريد ان انسف الحق على اهلي باعتبار انه منصوص عليه دستوريا ودستوريا، لكن انا اتكلم بان الظروف غير مهيئه. لابد أن أقم بيت أمر بيتك أولا، لابد أن نحسن الظروف في هذه المحافظة. سيد الكريم، اليوم في محافظة الأنبار عندما لا تكون ضمن مزاج معين لا يسمح لك بدخول مبنى محافظة الأنبار أخي العزيز. هذا النفس وهذه الروحية. طيب يعني هو هنا نعم أستاذ غانم، أستاذ غانم لعد ليش نعم. عزيزي بس أنت هم خليك وياه، يعني على كيفكم، يعني ما أريد يعني هذا نبرة صوتكم ترتفع فتدخلون في حالة من العصبية. لكن هنالك من يقول يعني الدنيا ربيع والجو بديع يعني في هذه المحافظات، شنو اللي دا صار؟ يعني سد نسمع شيء مختلف. أبدا، هذا الإعلام الذي يحاول أن يزيف حقيقة ما موجود هو إعلام مأجور
واعلام قابض للثمن. هنالك فعلا اعمار يعني حصلت يعني اعمار وذات انتظمت عليها جهود دوليه والامم المتحده والمحافظه جزاها الله خيرا ومشكور، هذا واجب، لكن هنالك ظروف قاسيه في هذه المحافظه. لولا مجيء حكومه السيد محمد شجاع السوداني لم يتمكن في تلك الفتره، في فتره الكاظمي، ان يتكلم اي شخص في الاعلام الا البعض الذين حقيقه يعني نذروا انفسهم للتصدي في وللمواجهه مواجهه الطغيان في هذه المحافظه. لولا هذه الحكومه التي انا وغيري ذهبنا كثيرا الى بغداد ونقلنا معاناتنا في تغييب الحريات، وبغداد استمعت الينا وحقيقه حذرت الكثير من مؤسسات الدوله من ضروره التعامل بحياديه والوقوف على مسافه واحده من الجميع. اخي الكريم، نحن نحاول ان نؤسس لتجربه ديمقراطيه، تجربه دكتاتوريه في ظل نظام ديمقراطي، وهذه بحد ذاتها انا اعتقد فيها تناقض. جميل. وهذا طيب. التناقض له تبعات، وهذه التبعات ترمى على عاتق المواطن في هذه المحافظه. طيب، هذه مخاوف داخليه، ولكن استاذ وائل هنالك ايضا مخاوف خارجيه. هنالك من يقول بان لدى بعض دول الجوار مآخذ على مساله اقامه هذا الاقليم. يعني موضوع القاء اللوم على دول الجوار ما يرضون. الشيخ رعد يقول ايران، وايران تريد تدخل عبر الانبار الى سوريا، هذا موضوع يعني لا اعتقد انه الشيخ رعد يتحدث به بمعلومات دقيقه او حقيقه ايران. شنو علاقه ايران اذا اردنا فعلا ان باشر يحصلون على تاسيس اقليم او انشاء اقليم بشكل قانوني، سواء قدموا للقضاء ما قدموا للقضاء؟ المشكله داخليه استاذي العزيز. يعني الان استاذ غانم تحدث لك على الجزء الخاص داخل الانبار، انا اتحدث لك على ما بعد الانبار، يعني الحدود التي يرمي الشيخ رعد في وضعها الى هذا الاقليم، وين توصل؟ منين تنقطع؟ توصل حتى بغداد؟ توصل الى النخيب في كربلاء؟ سامراء تنقطع عن 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 الزيارات اللي هو يقول الان كفيل؟ طيب ما هو اقليم كردستان ايضا ما يدخل اي مواطن الا بكفيل، باكر اللي يريد يروح للزياره في سامراء ايضا تحط لك كفيل؟ دياله وين توصل؟ توصل للحدود العراقيه الايرانيه؟ وهذه مشكله يعني يجب ان يتحدث حدث العاقل بما لا يليق، فان صدق لا عقل له. انت اليوم تيجي الطالب تقول اني ملشوم، والله احطك على راسي شيخ وما عادش اللي يلشمك، لكن هاي اللشمه وين ما سمعتها بال 2014 عندما وصلت الكارثه في وجود القوائم الارهاب والدواعش في المناطق الغربيه؟ الان وبعد الهدوء النسبي وبعد الاستقرار النسبي وبعد الحكومه الجديده التي وصلت، الإشكال كله يا سيدي الكريم هو يكمن بمواقف سياسية داخل الأنبار وفي بعض المناطق الغربية. وصل الخلاف السياسي بشكل كبير مما جعل الشيخ رعد وغيره الذي لربما لم يحظى بتوافق ما بين الكتل السياسية أو الشخصيات السياسية السنية المتخاصمة، أن لا يستطيع أن يحصل له على موقع بين هذه الكتل، فبالتالي توجد روحه أمام بعض المشايخ الذي يعتقد بأنهم مشايخ ومن الممكن أن يعقدوا المؤتمر. القضية مو قضية عشائرية. أستاذ وائل، إذا دعنا نشرك أستاذ رعد. اي استاذ رعد اسمعك أنا. اليوم البرنامج كله. أستاذ رعد خلينا نسمعك. ما حصل. احنا عندنا خلاف، الاخ غانم يعرف كل الزين، احنا ما راضين على اداء تقدم، وهاي مال تكتيم الافواه، والله لا تقدم ولا الحلبوسي ولا جد الحلبوسي يقدر يسكتنا. احنا ناس شيوخ سلف، يجي على الفقره على العالم على الموظف ينقله. احنا حكينا ودزينا بصمات وبالتلفزيون بوجه حكينا وياه. احنا نقول اخواني الحلبوسي وغير الحلبوسي، من نشوف القاع هالشيء اكيد راح يجي يفلش الكل، لان بهم موظفين يبوقون ويسرقون، فلهذا جعلهم هذا ينقله وهذا يطرده وهذا يحبسه. احنا اليوم حقوقنا الدستوريه تقول لي ما مستفاد، شو مستفاد؟ اخذ مدير عام من الحلبوسي، انا اكبر من الحلبوسي واكبر من الخنجر واكبر من الجقاير الميامي. احنا ناس
احنا اللي صنعنا الناس واحنا نتعامل مع اهلنا ومع ناسنا. انا ما رايح للشيب الرمادي يندل شيء غانم، بس انت عندك اليوم من 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 تجيك الرسائل من سامره يابا معقوله سرايا السلام عراقيين ود البلد يسوون هيك؟ نقول له يا سماحه السيد مقتدى الصدر انت الرجال سيد وابوك سيد وعراقي ابن عراقي، شكل لجنه وروح على سامره انطيك المعاناه وانطيك ناس يجون عليك يشرحون يمك يقول لك واحد اثنين ثلاثه ونوب كذلك اهل دياله اسمعوا من العالم يعني. طيب أنا شيخ اني شيخ رعد عزيزي شيخ رعد حتى نخلي النقاط على الحروف حتى نحط النقاط على الحروف شيخ رعد عزيزي انت ما خليت طبعا لا راح اخليك انا وياك نعم. ما رايحين بس خليني اذكر بانه حق الرد مكفول بالتاكيد لكل من ذكر يعني اسمه شيخ رعد او ذكر اسمه دخل البرنامج. خليني اسالك هسه الحين انت عندك دعوه لإقامة هذا الإقليم، هنالك نوع من المعارضة داخلية ومعارضة أيضا خارجية لهذا الموضوع، شنو التطمينات اللي تقدم لجميع هذه الأطراف في سبيل بأنه تقنعهم بهذه الفكرة، فكرة الإقليم لا هي انفصالية ولا هي صراع زعامات ما هو موجود بهذه الأماكن، شنو التطمينات اللي تقدمها؟ مو أنت النموذج اللي قدمته، نموذج اللي قدمته هم 7 أشخاص تقول ذولي رافضين هذول هم أبناء محافظة شيخ رعد خذتها نموذج لا لا مو منتمين لأحزاب أنا أعرف 3 منهم منتمين لحزب معين أنت طلعت 6 مدري 5 أستاذ الله يرضاك أستاذ عادل أنا دا أقول لك هذا الدستور كفيل بكل ما موجود بنظام الأقاليم والفدرالة لا تجي تقول لي تقسم والبلد هذا مو تقسيم وما أقدر شطي كان الموضوع هذا النظام داخلي برلمان للإقليم زائد وزراء للإقليم زائد ناقصة ماكو هيك شيء اسمه والله أنا قصيت الشريط ورحت صار الإقليم مالي أنا شيخ رعد شيخ رعد عزيزي هسه هذا المنبر إلك شلون تقنع مواطنيك بهاي المحافظات وسياسيين الموجودين بها والأطراف المعارضة أيضا داخليا وحتى خارجيا شلون تقنعهم بأنه هذا الإقليم يابا ترى مو مصيبة على رأس أحد وإنما هذه مشاركة داخل بلد موجود تفضل أحسنت عفي عليك نفس أنت طرحته أكو 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 سياسيين يندل استاذ غانم مستفادين يقول لك أنا شل بالإقليم يجي برلمان وزراء ونزاهة ويحاسبوني من يلك هذا ومن يلك ذاك أنا متونس على هاي الشغلة وجي عقرقط من 2003 لحد الآن أطقطق 10 و20% والمقاولات والزعامة والسيارات والفتال يا أخي أكو ناس متونسة يقول لك أنا إيش جايبنا على الإقليم من يحسبها بس من ينضغط يروح باتجاه الإقليم يقول للمقابل اللي ضايقوا طلعوا علي ملفات يقول أنا راح أروح بإقليم إحنا ما قبناهم ما تريد أقلم إحنا لا الحرام نريده ولا الناس اللي رافضته نريده هذا موضوع صندوق انتخابات إنسان النظيف يفوت مو بكيف نحن نجتث هو المواطن هو اللي يجتث المقاول هو اللي يختار هذا المواطن هو اللي يختار هذا يختار ذاك ويخلي الناس العينة النموذجية اللي تحكم البلد ما أجي أفرض واحد على واحد أقول له لا انت راح يتقسم البلد يابا شلون يقول لك ما ادري شو الناس تقول راح يتقسم فهموا العالم موضوع الفدرالية موجوده بالجوجل حتى ابو المكتبه يعرف شنو هذا معنى الفدرالية هذا الشيخ رعد ما راح يتحول الى مواجهه جديده ما راح يتحول الى مواجهه جديده وذكريات داعش من جديد أبد. ارسل تطميناتك أبد والله لا بس أول مرة على مود نبرر نفسنا أمام الناس هو منو دخل داعش علينا إحنا قاعدين الصبح لقينا داعش يابا شلون فاتوا الحدود مكسورة والجيش مسحوب وفاتوا علينا داعش سقطوا الرمادي فاتوا على سامرة باتوا يوم واحد من نص يوم وطلعوا على التكريت سقطوها وطلعوا على العبيج سقطوها وطلعوا على الموصل سقطوها وظلوا قاعدين بيها مبينة برمجة هذا حاكم الزاملي الرجال سألوه قال عندي التقرير كامل من دخل داعش ومن جاب داعش وشنو طيب أنا وصلت إلى نهاية البرنامج شيخ رعد راح يكون لنا محطة جديدة إن شاء الله يعني متابعة لهذا الموضوع أشكر ضيوفي بحقيقة الأمر الأستاذ وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام ورعد الإسليمان رئيس اللجنة التنسيقية لإقليم الغربية وغانم العيفان السياسي المستقل وسلامتكم انتهت حلقة اليوم مباشر موضوع جديد بالعراقي يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ونقول لكم بالعراقي أودعناكم.